أخبار اليوم. الصداقة وعلاقات الود والمحبة والتبادل التجاري والاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، والتعاون العربي الأفريقي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول القارة الأفريقية أعتقد هو النموذج الأمثل للتعاون، ويكون فعلا فتحة لخير على الشعوب الأفريقية وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، لأن المصلحة إذا لم تكن متبادلة تسقط المصلحة هنا في النهاية. بتمنى الخير للجميع، بتمنى أن يعني نرى في المستقبل القريب ثمرة من ثمار التعاون بين دول حوض النيل العزيز وبين الأصدقاء والإخوة الأعزاء في دول مجلس التعاون الخليجي. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. To further enhance the economic and trade ties between the largest of countries and the GCC. أولا أهم النقاط اللي خرج بها المؤتمر الدولي للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين ودول أوروبا. أهم النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر هو أن التعاون أمر مهم لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في هذه المنطقة والمالية كذلك. توجد رؤوس أموال كبيرة في منطقة في مجلس التعاون الخليجي، وتوجد موارد طبيعية وبشرية كبيرة في دول حوض النيل، وعلى رأسها المياه والأرض الخصبة. بتكامل رأس المال مع الموارد وعمل الإنسان يمكن لهاتين المنطقتين أن تنمو نموا كبيرا، وينتقل بالمنطقة من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول الكبيرة إن شاء الله الصناعية الكبرى. وإذا تحقق ذلك الفرصة متاحة لمواطن هذه الأقاليم في أن يتحول تحول كبير في الاتجاه الموجب، ويحقق تنمية كبيرة والتنداح إلى بعض الدول في آسيا وفي أفريقيا حتى أقول في أوروبا. إلى أي مدى يمثل دول حوض النيل هذا المؤتمر أو هذا التعاون بين دول الخليج وحوض النيل؟ إلى أي مدى يمثل أهمية؟ يعني أهمية هذا المؤتمر بالاتفاق مع دول الخليج ودول حوض النيل؟ نحن نعتقد أنه التفكير في قيام المؤتمر نفسه هو تفكير استراتيجي، خاصة نحن في الآن في زمن العولمة فيه تتكالب الأمم والشعوب لتوحد جهودها لاستغلال مواردها بأفضل صورة لتواجه النمو السكاني الكبير ولتواجه المشكلات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية وحتى السياسية بتضافر الجهود. ولذلك أنا أعتبر أن هذا المؤتمر هو خطوة استراتيجية كبيرة، من فكر فيها هو يحمل حلم كبير ويحمل عقلية استراتيجية كبيرة. نفتكر هذه النقطة، هذا المؤتمر نقطة للانطلاقة الكبرى يمكن أن تؤتي أكلها في المدى القريب والمتوسط والبعيد إن شاء الله. شكرا فعلا.